صدقوني قبل ما اجي هنا، صدقوني قبل ما اجي هنا فكرت قلت ايه، طب اعمل المكتب ده عندنا. اه والله، اه والله قلت اعمله عندنا، انا عندي القدره ان انا اقعد على يعني افطسكوا، اقعد على الحاجه لغايه لما تخلص. اعمل ايه بقى عشان اقول ايه؟ اعمل 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 اعمل، لان كلمه اعمل اعمل اقل خساره واقل خطوره من ان انا اقول ما اعملش قبل ما ادرس واشوف. انا بقول الكلام ده لينا كلنا، للتجاره والصناعه، للناس اللي هي يعني عايز اقول ايه، الناس بتحط معايير مؤسسيه لاداره العمل، ولكن قد تكون احيانا ادارتنا ليها معيقه جدا جدا لتقدمنا، ويكون حجم الضرر الناجم عنها اكبر كتير من اي شكل تاني. فانا والله قبل ما اجي قلت طب اعمل عندي مكتب انا، واقول لهم تعالوا قدموا اللي عنده مشروع ب 100 مليون يجي لي على طول. انا بتكلم بجد والله يا دكتور. طب الدكتور مصطفى ما عمل كده برضه مش كده؟